السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطلاب طالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة حراء التعليمية. النهاردة موعدنا مع مراجعة ليلة الامتحان في مادة السمارت ستيب للصف الثاني الإعدادي. بسم الله الرحمن الرحيم. فاينل ريفيجن، السؤال الأولاني underline dead space occur last week boy will boy put boys. طبعا هنا عشان last week ماضي، ده ماضي بسيط بس سمبل، فاذا هنختار الفيرب في التصريف الثاني اللي هو هيكون فيرب put. السؤال رقم 2، I am going to watch a film space tomorrow yesterday last ago. طبعا عندي هنا I am going to بتدل على الفيوتشر، يبقى هستخدم الكي وورد بتاعه الفيوتشر اللي هي tomorrow. Don't space noise. والاختيارات عندي make, do, get, play. كلمة noise ضوضاء بتيجي مع الverb make. Don't make noise يعني لا تعمل ضوضاء. سؤال رقم 4، mom space English. وعندي الاختيارات teach, teaching, teaches, are teaching. طبعا انا بتكلم في present simple او المضارع البسيط، حاجة بتعبر عن عادة او حاجة بتحصل بشكل متكرر، يبقى الاختيار الصح كلمة اسمها teaches. السؤال بعد كده، he is under the table, he space for the pen. يعني هو دلوقتي تحت الترابيزة، يبقى هو بيدور على القلم دلوقتي حالا في الوقت الحالي، ده زمن المضارع المستمر اللي بيتكون من am و is و are والverb مضاف له ing، يبقى الإجابة عندي هتكون is looking. سؤال رقم 6 بيقول لي I met a friend space the first day of school. الاختيارات in, on, at, with. طبعا عندي بعد النقط the first day، day من ضمن الكلمات اللي بيجي معها حرف الجر on عشان يوم. السؤال 7، students play games at the، والاختيارات اللي عندي gate, canteen, gym, mosque. طبعا الاطفال او الطلبة بتلعب الجيمز في الجيم. السؤال رقم 8، you must throw the rubbish in there. والاختيارات اللي عندي pen و pen و pass و pen. طبعا لازم القي او ارمي القمامة في سلة المهملات اللي هي pen، الاختيار رقم D. السؤال 9، where did you space yesterday؟ والاختيارات عندي كانت go, went, going, gone. ده زمن الباست سيمبل، واحنا عارفين لما بيكون عندي did او didn't او verb to do عموما بيجي بعدها الverb infinitive في المصدر بدون اي اضافات خالص، يبقى where did you go yesterday. سؤال رقم 10، I work for 8 hours space in day, at day, day, a day. السؤال بيقول انا بعمل او بشتغل لمدة 8 ساعات، المفروض اقول ان انا في اليوم، المعدل بتاعي بيبقى a day يعني في اليوم. السؤال اللي بعد كده، her house was stolen, robbed, kidnapped, mugged. طبعا هنا احنا اتفقنا ان كلمة stole يسرق بتيجي مع الاشياء، زي مثلا بيسرق تليفون، بيسرق فلوس، هكذا. ولكن كلمة robbed بتيجي مع الاماكن والاشخاص. هنا her house ده يعتبر مكان، عشان كده هنختار الverb robbed معناها اقتحم او سرق بالعنف. Her house was robbed. رقم 12 بيقول لي the kidnapper wanted money as not to return the lady. وعندي الاختيارات بيقول لي present, ransom, salary, reward. طبعا هو بيقول لي هنا الخاطف يريد او اراد money كايه to return the lady، عشان يعيد السيدة. طبعا هو عايزه كفدية، فدية كلمة اسمها ransom اللي هي الاختيار رقم B يعني فدية. السؤال بعد كده، it was a very tiring job. يعني الوظيفة كانت متعبة جدا. So he wanted to space to get another job. هو عايز يروح لوظيفة أخرى. خلي بالك إحنا عندنا كلمة retire أول واحدة دي معناها اللي هو بيطلع على المعاش، لكن عندي كلمة resign معناها يستقيل، فهنا هو هيقدم استقالة من الوظيفة عشان يروح لوظيفة أخرى. هو هنا مش هيطلع على المعاش خالص، هو لسه سنه ما كبرش. عندي كمان كلمة fire معناها بيتطرد عن العمل، restore معناها بيستعيد أو بيخزن حاجة.
رقم 14 بيقول the man didn't go to the prison because he was space. وعندي كلمة اسمها بيقول الرجل لم يذهب إلى السجن عشان كان space. طبعا الجملة دي هتبقى الإجابة بتاعتها innocent يعني بريء ما عملش حاجة innocent عشان كده لم يذهب إلى السجن. سؤال بعد كده I haven't finished my work already yet just still. طبعا ده زمن present perfect tense زمن المضارع التام واحنا عارفين في زمن المضارع التام بيتكون من subject بعد كده have or has بعدين التصريف الثالث للفعل. طب ايه يا مستر اللي بيجي في اخر الجملة المنفية ب haven't او hasn't هو كلمة yet. 16 بيقول لي my sister has studied English space 3 years. طبعا الجملة عندي في البريزنت بيرفكت او المضارع التام في هاز والتصريف الثالث وعندي بعد كده بعد السبيس 3 years 3 years بنسميها مدة فطبعا الكلمة الدالة عليها هتبقى 4. احنا عارفين الفرق بين سينس سينس بيجي بعديها the beginning of the verb او بداية الفعل انما 4 بيجي بعديها الديوريشن او المدة هنا جاي بعد السبيس 3 years دي مدة فهستخدم كلمة اسمها 4. سؤال بعد كده how long space ill. how long هنا انا بستخدمها في زمن المضارع التام علشان كده هيبقى الفعل المساعد بتاعها have والفاعل you وبعد كده هحط verb been يبقى how long have you been ill من امتى وانت عيان او انت مريض. 18 بقول لي the scan on the head person's head showed that he had a crack in his space. الاشعة في رأس الشخص المتوفي بتوضح او بتبين ان هو عنده كراك كراك يعني شرخ in his ear. طبعا كنا واخدين كلمة بمعنى skull skull اولاد اللي هي الجمجمة اكيد طالما في راسه يبقى انا بتكلم على الشرخ دوت في skull skull اللي هو الجمجمة. سؤال بعد كده I passed the exam space I had studied well. انا نجحت في الامتحان وبعدين بيقول لي I had studied well انا ذاكرت بجد. طب ايه اللي ممكن يجي بعديه had والتصريف الثالث في زمن الماضي التام طبعا كلمة after يبقى I passed the exam after I had studied well انا نجحت في الامتحان بعد ما ذاكرت بجد. سؤال 20 بيقول لي I space wear my coat today it's warm and sunny. انا ايه ارتدي المعطف بتاعي النهاردة بيقول لي بعد كده it's warm and sunny يبقى انا مش ضروري حاجة مش ضرورية يبقى انا هستخدم كلمة اسمها don't have to يعني ليس من الضروري. هنا ما ينفعش استخدم كلمة اسمها mustn't. mustn't معناها لا يجب او ممنوع. طبعا هنا مش ممنوع ان انا البس الجاكيت لا ليس او it's not necessary to wear a jacket يبقى don't have to. سؤال بعد كده rewrite بيقول لي سامي goes to school on foot وعايز يستخدم yesterday. باين جدا ان الجملة هنا في زمن ال present simple وهو عايز يحولها لزمن ال past simple فبدل ال verb ما هو goes عندي هخليه في ال past هيكون went هتبقى سامي went to school on foot yesterday. سؤال رقم 2 بيقول لي they have planned to make a kite. طبعا كنا واخدين ان كلمة planned دي بتدل على الفيوتشر بس باستخدام going to يبقى بيقول لي هم خططوا ان هم يصنعوا او يعملوا طائرة ورقية وبين قوسين عايز يستخدم اولاد كلمة اسمها going to. going to عشان يكون شكلها صحيح او الفورم بتاعها بالشكل الصحيح لازم بحط قبلها verb to be اللي هو يا am يا is يا are. تعالى كده نشوف هنكون الجملة ازاي. عندي subject يبقى ازاي يجي بعدها طبعا are going to make a kite. الخطأ اللي بيقع في معظم الطلاب ان بينزل كلمة planned لا خلاص هم خططوا ان هم يعملوا طيارة يبقى الحاجة او الاكشن اللي هيحصل في المستقبل ان هم هيصنعوا الطيارة يبقى they are going to make a kite. سؤال بعد كده سلمى wrote a story yesterday وهو عايز دلوقتي يحط كلمة now. طيب سلمى wrote a story في البداية كده الجملة دي في زمن ال past simple. طب كلمة now دي زمن ال present continuous زمن المضارع المستمر يعني حاجة بتحصل دلوقتي حالا. التكوين بتاع زمن المضارع المستمر يا ولاد كان بيتكون من am و is و are وكنا بنحط للverb ing. فهنا مش هقول سلمى wrote a story yesterday هقول سلمى is writing a story now. وخلي بالك ما تنزلش كلمة yesterday لان احنا خلاص شلنا زمن الماضي البسيط تماما. رقم 4 الجملة بتقول sleep early
وبين قوسين بيقول لي استخدم كلمه اسمها dont. طبعا اولاد احنا متفقين ان احنا لازم ندي نفس معنى الجمله من غير تغيير في اي معنى. فلما يقول لي sleep early، نم مبكرا، ده فعل امر، وعايز يستخدم كلمه اسمها dont، يعني برضو عايز يعمل الفعل الامر بس في النفي، يبقى هقول له dont sleep late. سؤال بعد كده، we aren't going to play. وخدت بالي ان الجمله هنا منفيه، we aren't going to play يعني احنا مش هنلعب، عايز برضو يخليها في زمن المستقبل بس باستخدام قاعده will. will بيجي بعدها الفيرب انفينيتيف وما بيجيش قبلها فيرب تو بي زي going to، فهنا الجمله بتاعتي هتكون we will not play يعني احنا لن نلعب، we will not play. رقم 6 بيقولي I first worked here 10 years ago. أنا اشتغلت هنا أو أول مرة اشتغلت هنا كان منذ 10 أعوام. هنا واضح إن الجملة في زمن الباست سيمبل أو زمن الماضي البسيط، وبين قوسين عايز يستخدم كلمة اسمها for. اتفقت معاكم أثناء الشرح إن لما بستخدم كلمة for، كلمة since، just، already، never، دي كلها أولاد كلمات بتدل على present perfect أو المضارع التام. فالفيرب هيكون بيتكون من have او has والباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث. يبقى اول خطوه هعملها هحط I have worked here، وبعد كده احط الكلمه اللي هو طلبها مني for، وبعد for اتفقت معاكم ان بجيب المده يبقى for 10 years. خد بالك هنا طبعا في كلمه first بتشال، وكمان عندي كلمه اسمها ago. ان ago لما كانت في الجمله الاساسيه كانت بتعبر عن الباست سيمبل او الماضي البسيط، انا حولت الجمله من الماضي البسيط الى المضارع التام عن طريق استخدام كلمه for، فكلمه ago برضو بتتشال وكلمه first بتتشال، وتبقى الجمله على بعضها I have worked here for 10 years. سؤال بعد كده، she will travel to Cairo، وعايز استخدم going to. هنا برضو الجمله في زمن الفيوتشر سيمبل ويز ويل بقاعده ويل، هو عايز يستخدم قاعده جوينج تو، مفيش مشكله، نفس هي قاعده ويل بس جوينج تو بيجي قبلها ام اور از اور ار، يعني الجمله هنا هتكون عندي اسمها شي از جوينج تو ترافل تو كايرو، شي از جوينج تو ترافل تو كايرو. رقم 8 بيقول لي اي دونت بلاي ان ذا ستريت، ما بلعبش في الشارع، وبين قوسين عايز استخدم كلمه نيفر. طبعا اولاد الجمله في زمن البريزنت سيمبل مش المضارع التام هنا خلي بالك، فانا بكل بساطه هشيل اداه النفي اللي هي dont واستبدلها بكلمه اسمها نيفر، يبقى الجمله I never play in the street. سؤال بعد كده، dont make noise، وعايز يحط كلمه quiet يعني هادي. طبعا انا لازم احافظ على نفس المعنى، ما تعملش دوشه، او اقول له كن هادئا يعني هقول له be quiet. رقم 10 I like films which show nature، انا بحب الافلام اللي بتعرض nature اللي هي الطبيعه، وبين قوسين اولاد بيستخدم كلمه اسمها documentary، documentary اللي هي الوثائقيه، يبقى المفروض اديله نفس المعنى، يبقى انا هقول له انا بحب الافلام الوثائقيه اللي بتعرض او اللي بتتكلم على الطبيعه، يبقى هقول له I like documentary films about nature، I like documentary films about nature. سؤال بعد كده بيقول لي she wrote no letters yesterday، وعايز يستخدم not يعني عايز ينفي الجملة دي. طيب انا عشان انفي الجملة دي لازم اعرف هي في زمن ايه، هي هنا في زمن الماضي البسيط. في زمن الماضي البسيط انا بنفي didn't plus verb infinitive يعني الفعل بيكون في المصدر، يعني هقول she didn't write any letters yesterday يعني هي ما كتبتش اي جوابات او اي خطابات امبارح او امس. she has traveled since 2002، هي سافرت منذ عام 2002. بتوين او بين الاقواس عايز استخدم كلمه اسمها ان. طبعا اولاد انا كده المفروض ان انا هشيل كلمه سنس واحط كلمه ان، لما اشيل سنس واحط ان يبقى انا حولت الجمله من البريزنت بيرفكت او المضارع التام الى الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط، يبقى بكل بساطه هشيل برضو اللي بيعبر عن المضارع التام واحط الفيرب ماضي بسيط فقط، يبقى هقول شي ترافلد ان 2002، سافرت في عام 2002. I'm still doing my homework يعني أنا ما زلت بكتب الواجب بتاعي، وهو عايز هنا يستخدم كلمة yet. احنا عارفين ان كلمة yet بتيجي في آخر الجملة المنفية ب haven't و hasn't. طيب في طالب ممكن يحلالي يقول لي I haven't ويجيب لي التصريف الثالث من دوفة يقول لي done my homework yet، يبقى هو كده ما عملش الواجب أصلا؟ لا، ما ينفعش أنزل كلمة done هنا، لأن أنا بالفعل أنا بدأت أكتب في الواجب، فأنا ممكن أقول له أنا ما خلصتش الواجب حتى الآن أو قط، فهقول له I haven't، وبدل ما اقول done هقول finished،
I haven't finished my homework yet. يعني أنا ما خلصتش واجبي حتى الآن. I ate breakfast a short time ago. أكلت الفطار بتاعي منذ وقت قليل. وبرضو عايز استخدم كلمة اسمها just. Just من ضمن الكلمات اللي بتدل على present perfect المضارع التام، بس ليها مكان معين. إن كلمة just احنا عارفين إن المضارع التام بيتكون من have أو has أو والتصريف الثالث أو past participle. just بتيجي ما بينهم، يبقى هقول I have just eaten breakfast. وطبعا short time ago معناها منذ وقت قصير، استعوضت عنها واستخدمت بدلها كلمة just اللي معناها حالا أو توا. فطبعا كلمة short time ago مش بتنزل معايا في الإجابة، يبقى هقول I have just eaten breakfast. سؤال بعد كده، can you open the window please؟ وعايز استخدم would you mind. would you mind برضو عادي ممكن اطلب بيها، ولكن لازم نعرف ان كلمة mind بيجي وراها الverb plus ing. يعني انا ممكن اقول بدل can you open اقول would you mind opening the window please. would you mind يعني هل تمانع فتح النافذة لو سمحت. I did my homework and slept at once. طبعا هنا الجملة عايز استخدم as soon as و after و before و by the time بالإضافة للكلمة اسمها until. دول كلهم كلمات أولاد بتدل على أو روابط أو relatives بستخدمها في ربط حدثين، واحد past simple وواحد past perfect أو الماضي التام. هنا لازم أحدد الأول إيه اللي حصل. بيقولي I did my homework، ده اللي بنسميه الفيرست أكشن أو الحدث الأولاني اللي بنعبر عنه بالماضي التام، بيبقى بيتكون من had والتصريف الثالث. بعد كده بعبر عن الماضي البسيط بالحدث الثاني اللي هو slept at once، يبقى هقول as soon as I had done. اوعى تنسى كلمة had وما تنساش تحط وراها التصريف الثالث، يبقى ده الحدث الاولاني as soon as I had done my homework. الحدث الثاني I slept، نمت. After I had told dad I traveled، بعد ما أخبرت والدي أنا سافرت. هو بكل بساطة إحنا عارفين إن after عكسها before، فأنا لو بيقول لي after I had told dad بعدين كما I traveled وأنا عايز استخدم before، أنا ممكن بس أعكس الجمل وهتكون الإجابة بتاعتي مظبوطة. إحنا عارفين إن before بيجي بعدها زمن الباست سيمبل، فإذا هنا أنا ممكن أقول before I traveled، قبل ما سافرت كما I had told dad أخبرت والدي أولا. I did my homework then I watched TV. هنا بقى عايز استخدم كلمة اسمها until. until أولاد يعني حتى، until يعني حتى. طبعا until برضو من ضمن الكلمات اللي بعبر بيها عن two actions، واحد past simple والتاني past perfect. بس المشكلة ان كلمة until اولا ليها ثلاث شروط. الشرط الاولاني ان until ما بيجيش عندي الا في نص الجملة. until من ضمن الروابط اللي بيجي وراها الحدث الاولاني الفيرست اكشن اللي بعبر عنه بالماضي التام اللي هو هاد والتصريف الثالث. مشكله بقى انتيل في الشرط الثالث بتاعها ان بيجي قبل منها الحدث الثاني بس بيكون منفي عشان معنى الجمله يكون مظبوط. يعني هنا بقول انا المفروض اقول انا ما اتفرجتش على التلفزيون حتى انا عملت واجبي. يبقى الحدث الثاني مع انتيل لازم اولاد يكون منفي، وطالما منفي يبقى هنفيه بكلمه اسمها didn't. يبقى هقول I didn't watch TV until I had done my homework. أنا ما اتفرجتش على التلفزيون حتى عملت الواجب. سؤال بعد كده بيقول لي you waste a lot of time in front of TV. وبعدين عايز استخدم كلمة must not لا يجب أو mustn't ممنوع أو لا يجب. you waste كلمة waste هنا شباب معناها يهدر. you waste أنت بتهدر الكثير من الوقت أمام التلفزيون، فهقول له You mustn't waste a lot of time in front of TV. يعني أنت ممنوع تهدر الكثير من الوقت أمام التلفاز. رقم 20 بيقول لي It's important for you to go on a diet. حاجة مهمة ليك إنك تعمل نظام غذائي. وبين قوسين عايز استخدم كلمة اسمها have to. have to بستخدمها للتعبير عن النسيسري او الضرورة. يبقى هقول له طبعا هنا الفعل بجيبه بعد كلمة for، يبقى هقول له you have to go on diet. كل it's important دي بتساوي كلمة اسمها have to، هشيلها وحط have to. يبقى you have to go on a diet، لازم تعمل نظام غذائي. سؤال بعد كده she isn't allowed to go out late. يعني هي مش مسموح لها تخرج متأخر، وعايز يستخدم كلمة must not يعني ممنوع، فهيكون الإجابة
she mustn't go out late يعني هي ممنوع تخرج وقت متأخر. You can leave some work for tomorrow. بين قوسين عايز استخدم كلمة اسمها don't have to. هو الراجل بيقول لي هنا you can leave some work. تقدر انك تترك بعض العمل for tomorrow لغدا. وهنا بيقول لي don't have to. اتفقت معاك في الاول ان لازم ادي نفس معنى الجملة. يبقى هقول له هنا don't have to يعني ليس من الضروري. فهقول له مش ضروري انك تخلص كل شغلك النهاردة. يبقى هقولها له ازاي؟ هقول له you don't have to finish all work today. مش ضروري تخلص كل شغلك النهاردة. It's forbidden to smoke in public places. وعايز تخدم must not برضو ممنوع. must not بيجي وراها الverb infinitive في المصدر. طب عايز احافظ على نفس المعنى فعايز اقول له انت ممنوع تدخن في الاماكن العامة. الاجابة هتكون you mustn't smoke in public places. ممنوع تدخن في الاماكن العامة. When did you first play tennis? متى لأول مرة لعبت التنس؟ وعايز يعمل نفس السؤال أولاد بس باستخدام كلمة اسمها how long. المستر قال لك من شوية إن كلمة how long بستخدمها في السؤال عن المدة ولكن بيبقى السؤال بيتكون من زمن المضارع التام أو present perfect. فهقول له how long وأجيب الـ helping verb have وأجيب الفاعل you والverb past participle يبقى played tennis. يبقى how long have you played tennis؟ ايه المدة او كم المدة اللي حضرتك بقالك بتلعب تنس؟ سؤال بعد كده I last saw uncle a week ago يعني انا اخر مرة شفت فيها عمي منذ اسبوع وعايز استخدم كلمة for. فهنا هجيبها له في زمن present perfect واقول له I haven't seen uncle يعني انا ما شفتش عمي for a week لمدة اسبوع او بقالي اسبوع ما شفتش عمي. I revised my lessons then I started my exams. انا رجعت دروسي ثم بدأت امتحاناتي. بين قوسين عايز استخدم كلمة اسمها by the time. اتفقت معاك ان كلمة by the time بتربط حدثين واحد past simple والتاني past perfect ماضي بسيط. ولكن by the time اولاد بيجي بعد منها السكند اكشن او الحدث الثاني اللي هو يبقى هنا started my exams. يبقى هقول by the time I started my exams I had revised my lesson. ده الفيرست اكشن اللي بعبر عنه بالباست بيرفكت او الماضي التام بيتكون من had والباست بارتيسيبل يبقى had revised. جملة بعد كده today is your brother's birthday. هنا السؤال بتاعي اسمه what would you say يعني هتقول ايه في الموقف ده in the following situation. هتقول ايه في الموقف ده؟ بيقول لك النهارده عيد ميلاد اخوك فهتقول له طبعا happy birthday يعني عيد ميلاد سعيد. جملة رقم 2 في السيتويشن بيقول لي you are going to bed while dad is staying a bit late. رايح تنام ولسه والدك قاعد قليلا يعني لسه سهران شويه. طبعا رايح انام هقول له good night. سؤال بعد كده you meet a friend on the first of January يعني انت قابلت صاحبك في اول يوم في شهر يناير فطبعا هتهنيه بالسنه الجديده happy new year يعني سنه جديده سعيده. رقم 4 your brother has introduced you to a friend. كلمه introduced يعني عرفك يعني اخوك بيعرفك على احد اصدقائه كده هشوفه او بقابله for the first time او للمرة الاولى فيبقى التحية بتاعته عبارة عن how do you do كيف حالك بس بشكل اكثر احتراما. how do you do هي دي اللي بقولها لما بحب احيي حد للمرة الاولى. you meet your teacher in the morning. قابلت المدرس بتاعك في الصباح طبعا هقول له good morning يعني صباح الخير. A friend offers to help you. أحد الأصدقاء بيعرض إن هو يساعدك. بيقول لي you refuse politely. كلمة refuse يعني بترفض. politely يعني بشكل مهذب. فلما حد يعرض عليا إن هو يساعدني وأنا رافض هقول له no thank you. لا شكرا مش عايز المساعدة. ده الرفض بشكل مهذب. no thank you. جملة بعد كده you want your teacher to explain you something. أنت عايز المدرس بتاعك to explain يعني يشرح. you something يشرح لك شيء تاني او مرة اخرى فهتقول له can you explain me something please يعني ممكن تشرح لي الشيء ده لو سمحت. you want to help mom at home.
انت لديك الرغبة او تريد انك تساعد والدتك في المنزل، بكل بساطة هتعرض عليها المساعدة. Can I help you؟ ممكن اساعدك. Can I help you؟ Someone offers you a drink, you agree. يعني شخص بيعرض عليك مشروب وانت وافقت، فهتقول له yes please. You want your sister to switch off the TV. بتطلب من اختك ان هي تغلق التلفاز. فانا كده عايز اعمل حاجة اسمها polite request، الطلب المهذب. طبعا عندي كذا طريقة، من ضمنهم ان انا بستخدم كلمة اسمها can او would you mind او would، كل ديت بستخدم فيها polite request. فهقول لها can you switch off the TV please. Can you switch off the TV please. You ask that to give you money to buy a present for mom. انت بتطلب من والدك ان هو يعطيك المال عشان تشتري هدية لمامتك، فممكن تقول له would you give me some money to buy a present for my mom please. وطبعا في كذا طريقة تانية ممكن نستخدمها. Your sister says can you help me clean the kitchen. اختك بتقول لك او بتطلب منك شكل بشكل مهذب، بتقول لك ممكن تساعدني في تنظيف المطبخ. وفي اخر situation اولاده في اخر الجملة بيقول لي you agree. You agree يعني حضرتك وافقت، فاقول لها sure I will. سؤال بعد كده، a friend says to you would you mind lending me your pen. يعني هل تمانع ان انت تسلفني القلم بتاعك. You disagree. هنا disagree معناها انت مش موافق. طب ازاي اعتذر له بادب؟ هقول له sorry I can't I am using it. انا بستخدمه بالفعل. بعد كده بيقول لي you meet a friend on 31st of December. بتقابل واحد صاحبك يوم 31 ديسمبر. المستر كان لسه قايل لنا موقف من شويه ان انت بتقابل صاحبك في اول يناير او في اول يناير، يبقى انا هنا هقول له هابي نيو يير. لكن لما يجي يقول لي 31st يوم 31 اللي هو يوم راس السنه، يبقى هقول له ميري كريسماس. ميري كريسماس. You ask a friend about his health. بسأل صاحبي على صحته، طبعا هقول له السؤال اللي احنا كنا عارفينه هاو ار يو، يعني كيف حالك. You want to borrow your brother's pen. انت عايز تستعير او تستلف القلم بتاع اخوك، هتقول له بشكل مهذب بكان. اسهل حاجه في استخدام البولايت ريكويست، هتقول له can I borrow your pen please. A friend asked you to lend him your book. You agree. وانت كمان وافق. Sure here you are. Here you are هنا معناها اتفضل. You tell your friend not to make noise during the lesson. بتطلب او بتخبر صاحبك ان هو ما يعملش ضوضاء اثناء الحصة. اقول له you shouldn't make noise during the lesson بشكل نصيحة، او ممكن اقولها له بشكل الزام. اقول له you mustn't او you shouldn't، الاثنين ممكن تمشي صح. You shouldn't make noise، لا يجب انك تعمل ضوضاء during the lesson اثناء الحصة. سؤال بعد كده، writing a paragraph. Write a paragraph of 7 sentences about a trip to Cairo Museum، يعني رحلة لمتحف القاهرة. هنا عندي الباراجراف طبعا لازم احدد زمنه، هيبقى كله في الماضي. بيقول لي last week we went on a trip to the Cairo Museum. الاسبوع الماضي ذهبنا الى رحلة الى متحف القاهرة. We went at 7 o'clock وذهبنا في تمام الساعة 7. We went by bus وذهبنا بالاتوبيس. We saw statues and treasures، شفنا التماثيل والكنوز. We took photographs، التقطنا الصور. We had lunch at a restaurant، وتناولنا الغداء في احد المطاعم. We went back in the evening، ورجعنا في المساء. We were happy، كنا فرحانين. طبعا دي الجمل اللي بتتكتب على الباراجراف اللي بيتكلم على a trip to او a trip school. سؤال بعد كده، a day in a student's life. برضو هو عايز هنا باراجراف مكون من 7 جمل، يعني يوم في حياة الطالب. I get up at 6 o'clock، يعني أنا بستيقظ مبكرا في الساعة 6 صباحا، وهنا بيتكلم في زمن الـ present simple. I wash my face، يعني أنا بغسل وشي. I have my breakfast، بتناول فطاري. I go to school at 7 o'clock، بذهب إلى المدرسة الساعة 7. I go back home at 3 o'clock، بعود إلى المنزل الساعة 3. وخلي بالك هنا إن كلمة home ما جاش قبلها حرف جر. I have lunch with my family،
بتناول الغداء مع أسرتي. I do my homework، بكتب الواجب بتاعي. I watch TV، بشاهد التلفاز. In the evening، في المساء. I go to bed at 9 o'clock، بذهب إلى النوم الساعة 9. طبعا احنا مش معودناكمش اللي احنا بنحفظ الباراجراف، ولكن انت ممكن تكتب كمان جمل زيادة اكتر من كده من عندك. السؤال اللي بعد كده بيقول لي supply the missing parts in the following dialogue. هنكمل الاسئلة او الجمل الغير مكتملة في الدايلوج اللي قدامي. الدايلوج قدامي عبارة عن محادثة ما بين منى وندى. اول سؤال ندى او منى بتسأله ندى، بتقول لها what is your father نادية، يعني وظيفة والدك بتكون ايه. انا هنا لازم اكمل الدايلوج عشان اعرف بعض المعلومات اللي تقدر تساعدني في حل الدايلوج. فهنا بعد كده قالت لها a doctor great، وامجد سألتها سؤال تاني، قالت لها he works in the local hospital. سألت سؤال كمان، قالت لها he works at day and sometimes at night. السؤال الاخير بتقول لها yes I'd like to be a doctor I like it. طبعا هنا انا كده فهمت ان باباها دكتور وشغال في مستشفى. يبقى اول سؤال هيبقى اجابته what is your father نادية، هقول لها he is a doctor. ثاني سؤال هي بيقول لي great رائع او عظيم، بعدين لقيت فيه سؤال والاجابه بتاعته he works in the local hospital، هو بيعمل في مستشفى محليه. يبقى انا عايز اقول لها اين هو يعمل، فهبدا بالاداه الاستفهام اللي هي where اين، وبعدين هجيب فعل مساعد، وده مهم جدا اللي انت تعرف تجيبه من الجمله بتاعتك. انا بصيت تحت في الجمله ما لقيتش فعل مساعد، بس لقيت الفيرب مضاف له اس اللي هو كلمه works، فعرفت ان الفعل المساعد بتاعي هيكون does. يبقى where does بعد كده الفاعل بتاعي اللي هو هي، وبعد كده جبت كلمه work، وخلي بالي ان انا هحط work infinitive ليه، عشان عندي does. طالما عندك do does وdid بخلي الفعل يكون في المصدر. where does he work، اين هو يعمل. الجمله بعد كده عملت سؤال، فالاجابه عليها كانت he works at day and sometimes at night، يعني هو احيانا بيشتغل بالنهار واحيانا اخرى بيشتغل بالليل. يبقى هساله عن الوقت اللي هو بيشتغل فيه بنفس الاسلوب اللي المستر لسه قايل عليه. هحط اداه الاستفهام اللي هي تبقى وين، اللي هي معناها متى. الهيلبنج فيرب عندي does عشان عندي works، الفعل اخره اس، الفاعل عندي هي، والفعل اللي هجيبه في المصدر عشان حطيت هيلبنج فيرب does، يبقى على بعضيها when does he work. السؤال بعد كده بيقول لي yes I would like to be a doctor، انا عايز اكون دكتوره. I like it، انا حابه الوظيفه ديت. فانا هقول لها هل تريدي ان تكوني دكتوره. Would you like to be a doctor، would you like to be a doctor، يعني هل تودي ان تكوني دكتوره. الديالوج اللي بعد كده بيقول لي ده دايلوج ما بين عمر وعلي. اول دايلوج او اول سؤال بيقول لي سال سؤال، فعلي رد عليه وقال له we are going to giza، رايحين الجيزه. ساله سؤال تاني قال له to visit the pyramids، عشان نزور الأهرامات. السؤال الثالث قال له great، وقام جاي سأله سؤال قال له we went there many times، ذهبنا هناك عدة مرات. عمر بعد كده قال له don't forget، وقام جاي سأله سؤال، فعلي رد عليه وقال له of course we have two cameras، عندنا كاميرتين. السؤال الأخير سأله عمر، فعلي رد عليه وقال له we are coming back in the evening. طيب we are going to Giza، يبقى أنا أكيد قلت له أنت رايح فين أو أنتم رايحين فين، فهقول له where are you going، وخلي بالك هنا we بتتحول ل you في السؤال. where are you going يعني انتوا رايحين فين. قال لي we are going to Giza. بعد كده سأله سؤال قال له to visit the pyramids، لكي نزور الأهرامات. سؤال سهل جدا ومن أسهل الأسئلة، بيكون من جمل أو كلمة واحدة اللي هي why، ليه. مش مضطر ان حضرتك تكمل السؤال، ان why عندك الاوبشن أو الإمكانية انك تسأل بيها سؤال إجابته بي بي تو أو because. لما تلاقي المنظر ده اسأل بwhy وهتاخد الدرجة كاملة. جريت رائع او عظيم، بعدين ساله سؤال تاني قال له وي ونت ذير ميني تايمز، يعني رحنا هناك مرات عديده. فانا هنا ممكن اقول له هاو ميني تايمز، يعني كم عدد المرات. ديد يو جو ذير، اللي ذهبت فيها الى هناك. ممكن كمان بدل هاو ميني تايمز ممكن ابدلها بهاو اوفن، كم عدد المرات ديد يو جو ذير. بعد كده هيبدا عمر ان هو يفكره بحاجه مهمه جدا، وقال له دونت فورجيت، لا تنسى. وقام جاي ساله سؤال، فعلي رد عليه وقال له اوف كورس وي هاف تو كاميراز، طبعا عندنا كاميرتين. يبقى انا هنا هساله do you have a camera، هل انت عندك كاميرا. فرد عليه علي وقال له of course we have two cameras، احنا عندنا كاميرتين مش كاميرا واحده. يبقى هقول له السؤال هسال بdo you have a camera. السؤال بعد كده بيقول لي we are coming back in the evening، يبقى انا هقول له انت هترجع امتى when. وبعدين بعد الاستفهام جبت فعل مساعد، انا لقيته موجود عندي بالفعل تحت اللي هو are. انا لما ما كنتش بلاقي فعل مساعد كنت بستخدم do does وdid، لكن انا هنا بالفعل عندي are، يبقى when are. بعدين وي زي ما اتفقنا بتتحول يو، يبقى وين ار يو. كملت بقيه السؤال بتاعي كومينج باك.
ده امتحان اولاد او ده شكل الورقه الامتحانيه اللي حضرتك هتشوفها ان شاء الله في يوم الامتحان. الامتحان بيبدا ب10 اسئله كلهم underline او choose the correct answer. الجمله الاولانيه بيقول لي space drinks like cola aren't always healthy. ايه دي المشروبات اللي مثل الكولا دايما بتكون غير صحيه؟ طبعا هي الفيزي درينكس او المشروبات الغازيه. I remember تذكرت that I space the letter yesterday I had written the letter yesterday. هي بس المربع ما جاش على كلمة written بس هي الإجابة I had written the letter yesterday. Number three بيقولي before she space out she had tidied her room. عندي كلمة before من ضمن الrelatives أو الروابط اللي بيجي بعد منها second action اللي أنا بعبر عنه بالpast simple أو الماضي البسيط، يبقى هقول before she وأدور على الماضي البسيط يبقى went. The electricity cut off يعني الكهرباء قطعت. So we had to use candles. Candles هنا معناها شموع. كهرباء قطعت فاحنا طبعا مضطرين ان احنا نستخدم الشموع. Number 5 بيقول لي how long space ill. بقالك قد ايه مريض؟ طبعا كلمة how long اتفقت معاك من شوية ان دايما how long بسأل بيها عن present perfect او المضارع التام، يبقى هحط الهيلبنج فيرب have بعد كده الفاعل you يبقى been، يبقى how long have you been ill. I haven't finished my work واتفقنا اللي بيجي في اخر الجملة المنفية ب haven't او hasn't هي كلمة yet. I met my friend space the first day of school. اتفقت معاك ان كلمة day the first day هياخد معاها البروبوزيشن او حرف الجر on، يبقى on the first day. Where did you space yesterday؟ سؤال سهل جدا طبعا عشان عندي did فهيكون الverb infinitive وهتكون الإجابة go. You must throw the rubbish in there. لسه مجاوبنا من شوية في المراجعة هتبقى بام اللي هي سلة المهملات. Students play games at the gym. السؤال اللي بعد كده هتلاقي rewrite. الراجل بيقولي she will travel to Cairo. هي هتسافر القاهرة. بعد كده عايز استخدم كلمة اسمها going to. Going to احط قبل منها verb to be في present المضارع يا am يا is يا are، يبقى هقول she is going to travel to Cairo. عمر broke the vase. هنا بيقول لي ان عمر كسر الفازه وعايز استخدم هو. سهله جدا، كل اللي هعمله ان انا هشيل عمر واحط مكانه هو، هتبقى هو broke the vase. مين اللي كسر الفازه؟ I ate breakfast short time ago. عايز استخدم كلمه اسمها just. just من ضمن الكلمات اللي بتيجي او بتدل على present perfect، يبقى هقول I have just eaten breakfast. When did you first play tennis؟ وعايز استخدم how long، واحنا اتفقنا خلاص ان احنا لما بنستخدم how long بنستخدمها بزمن ال present perfect. سؤال اتكرر مرتين تقريبا، فهقول how long بعدين هجيب الفعل المساعد have you played tennis. how long have you played tennis؟ كده انا حولت السؤال من زمن الباست لزمن ال present perfect. Number 5 you waste a lot of time in front of TV. وبين قوسين عايز استخدم كلمة اسمها mustn't. بيقول لي انت بتضيع وقت كتير او بتهدر وقت كتير امام التلفاز، يبقى هقول له you mustn't waste a lot of time in front of TV. لا يجب، ممنوع انك تضيع وقت كتير قدام التلفاز. Complete the dialogue. هنا حسن بيكلم ناصر فقال سأله سؤال وبعدين بيقول له يا ناصر. قام ناصر رد عليه قال له I am eating a beef burger sandwich، يعني انا باكل ساندوتش برجر. طيب حسن سأله سؤال تاني فقال له I got it from a fast food restaurant، من مطعم طعام سريع. حسن سأله سؤال تاني فبيقول له I think it isn't so healthy. أعتقد إن هو مش صحي. But I am sure، أنا متأكد it's so delicious، إن هو لذيذ جدا. حسن look انظر you have become very fat، أنت بقيت سمين أو بدين جدا. ناصر قال له I know، أنا عارف. But سأله سؤال حسن رد عليه قال له you must go on a diet، لازم تتبع نظام غذائي and stop that junk food، وتتوقف عن الطعام السريع. يبقى هنا اولاد في رقم واحد هقول له هو اكون سؤال على الاجابه بيقول لي I am eating a beef burger sandwich، يبقى هقول له انت بتاكل ايه؟ هنا عندي I am، وعارفين من زمان جدا من واحنا صغيرين ان I am تتحول في السؤال تبقى are you، يبقى هقول له what are you eating ناصر، اللي بتاكله يا ناصر. السؤال اللي بعد كده كانت اجابته I got it from a fast food restaurant، يبقى انا عايز اساله هو جابه منين؟ فهقول له وير، طبعا تحت لقيت الفعل في زمن الباست سيمبل فاستخدمت الفعل المساعد ديد. وير ديد يو جيت ات؟ خليت بالي ان كلمه جيت هنا نزلت في المصدر عشان خاطر الفعل المساعد بتاعي كان ديد.
حسن سأله سؤال قال له I think it's not so healthy but I am sure it's so delicious. بيقول له أنا أعتقد أنه هو مش healthy ولكن من المؤكد ولكن أنا متأكد أنه هو delicious يعني لذيذ. فهيسأله عن رأيه في الجانك فود فيقول له What do you think of junk food؟ إيه رأيك؟ What do you think؟ بيقول لي I think. يبقى هقول له What do you think of junk food؟ إيه رأيك في الطعام سريع التحضير؟ هنا لما حسن قال له أنت شكلك تخنت جدا فناصر قال له أنا عارف لكن هنا هيبدا يساله على نصيحه قال له يو ماست جو اون ا دايت اي نو بات وات كان اي دو او وات ماست اي دو او وات شال اي دو اعمل ايه او ماذا يجب ان افعل. فهنا قال له يو ماست جو اون ا دايت اند ستوب ذات جانك فود. بعد كده بيقول لي ريد ذا باسج اند انسر ذا كويتشنز. هنقرا القطعه. القطعه بتقول لي ماي جوب از فيري انترستينج. وظيفتي شيقه جدا. ات تيكس مي تو ديفرنت بليسز ويز ديفرنت بيبل when they visit our country. تاخدني الوظيفة الى مناطق مختلفة مع ناس مختلفة لما بيزوروا بلاد او بلدنا. I take them to visit monuments. باخدهم لزيارة الاثار like the pyramids, museums and temples and tell them about the place they visit. وباخدهم للأهرامات والمعابد واماكن مختلفة للزيارة. So I study history well. ولذلك أنا بذاكر التاريخ بشكل جيد. Because I go with people from different countries. عشان بذهب مع ناس من دول مختلفة. I learn many foreign languages. بتعلم لغات أجنبية كتير. In fact وفي الحقيقة I speak English. بتكلم English, French, Spanish, Italian and German. بيتكلم عدة لغات انجليزي وفرنساوي واسباني وايطالي بالاضافة الى الالماني. But I use English with most of the tourists. بستخدم اللغة الانجليزية مع معظم السياح. I am friendly to them. وابقى ودود وطيب معاهم. بعد كده بيقول لي they always go back to their countries with good memories of Egypt. بيعودوا الى بلادهم بذكريات جيدة. السؤال الأولاني بيقول لي what job does the writer work؟ يعني ايه الوظيفة اللي بيعمل بها الكاتب اللي كتب القطعة يعني؟ طبعا باين جدا هنا اللي هو مرشد سياحي فهقول he is a tour guide. السؤال الثاني what does the underlined word them refer to؟ يعني كلمة them اللي تحتها خط في القطعة تشير إلى ايه أو يقصد بها ايه؟ طب أنا هقرأ القطعة تاني أقرأ الجزء الثاني اللي هو في كلمة them I am friendly to them. برضو ممكن أقرأ كمان جملة قبلها بيقول with most of tourists مع معظم السياح وبعدين قلت I am friendly of them أنا ودود معهم. أكيد أنا ودود مع السياح. يبقى هنا كلمة them تشير إلى السياح the tourists. بيقول لي the writer is the space. بيقول لي Italian ولا French ولا Egyptian ولا German. طبعا الكاتب هي جنسيته Egyptian. The writer speaks space language. هنا هيبقى six language. طب مستر احنا قريناهم في قطعة خمس لغات فقط ولكن انت نسيت اللغة العربية اللي هو أو اصلا بيتحدث بها عشان كده هنا هتكون ست لغات. What would you say in the following situation؟ هتقول ايه في المواقف اللي جاية ديت؟ اول سؤال you want to borrow انت عايز تستعير او تستلف your brother's pen. فهبدأ اقول له can I borrow your pen please؟ ممكن استلف قلمك لو سمحت. Someone offers you a drink. شخص ما بيعرض عليك مشروب. You agree. هتقول له yes please. It is your brother's birthday. يعني دوت عيد ميلاد أخوك. سؤال سهل جدا. Happy birthday. يعني عيد ميلاد سعيد. You ask a friend about his health. بتسأل واحد صاحبك عن صحته. بكل بساطة أقول له How are you? آخر سؤال عندي. Write a paragraph about a day in a student life. I get up at 6 o'clock. I wash my face. I have my breakfast. I go to school at 7 o'clock. I go back home at 3 o'clock. I have lunch with my family. I do my homework. I watch TV in the evening. I go to bed at 9 o'clock. بعد كده بيقول لي دو أشون. بيقول لي many nights were spent وهي was sleepless. وبين قوسين عايز يستخدم أو يعمل حاجة اسمها rearrange. Rearrange يعني أعيد ترتيب الكلمات اللي قدامي. يبقى بكل بساطة هبدأ بالسبجكت اللي هو he spent many sleepless nights. يعني هو بيقضي عدة أيام بدون نوم. I like Aunt Noura and Uncle Romy. لاحظت إن السؤال هنا مكتوب تحت في الأقواس بانكتويت يعني عايز يعملوا علامات الترقيم. طبعا أول حاجة عندي الـ I اللي هي في بداية الكلام وكمان عندي الـ N بتاعت نورا وكمان عندي الار بتاعت رامي وفي الاخر خالص في فلاستوب.
بعد كده رقم 3 بيقول لي he will not visit us tomorrow, وعايز يستخدم correct. خد بالك ده السؤال ده correct. كلمة will أولاد لما نحب ننفيها يا إما نكتبها كاملة بشكل كامل will not not, يا إما اكتبها بشكل مختصر اللي هو يبقى won't بالمنظر اللي قدام حضرتك ده won't. سؤال بعد كده she is read a book now. سؤال سهل جدا طبعا, present continuous مضارع مستمر, am و is و are بيجوا ورا الفيرب مضاف له ing, يبقى she is reading a book now. سؤال الأخير بيقول لي she will go to the zoo tomorrow, هي سوف تذهب إلى حديقة الحيوان غدا. وبين أقواس بيقول لي make a question, اعمل سؤال, يبقى هسأل سؤال ب when, متى, when, والهيلبنج فيرب will ينزل زي ما هو, يبقى when will she go to the zoo, متى أو متى سوف تذهب إلى حديقة الحيوان. وبكده نكون خلصنا المراجعة بتاعتنا, ونشوفكم على خير إن شاء الله في الترم الجاي, وبالتوفيق.